أنا فخورة أولاً أني أكون في عضو في مجلس إدارة روتا، لأن المؤتمر إمباور كل سنة يزيدنا فخر، وأنه يعني كل سنة يكون أحسن من السنة اللي قبلها، والتجمع السنة ما شاء الله يعني نشوفه أكبر والمشاريع أكثر، وإن شاء الله نجد حلول، لأنه الشباب هم المفتاح إلى إيجاد الحلول للمشاكل البيئية مثل التصحر، ندرة المياه والمشاكل الأخرى. وإحنا في روتا يعني ما لم ندخر اي شيء في اعطائهم السكيلز اللازمه والمهارات لان يقومون بعملهم هذا، فمثل ما شفتي انه نحن جبنا لهم اخصائيين بروفيشنالز من كل انحاء العالم انه يقومون بتدريبهم واعطائهم الورش التعليميه على مدى هذه الايام القادمه، وان شاء الله انه نجد منهم الاستجابه باذن الله. يعني الحمد لله يمكن كل تغيير جذري وجيد في العالم العربي وجدنا أن جاء من الشباب، يعني حان الوقت أنه القيادات في كل أنحاء العالم العربي يعرفون أن الشباب هو لبنة كل شيء، يعني وهاي أثبتوه يعني في كل بلدان اللي صار فيها مثلا الربيع العربي مثل ما شفنا. الشباب يعني الحمد لله نلاقي أن كل مطالبهم في كل بلدان الربيع العربي هي مطالب الحرية، العدالة الاجتماعية، أنه العيش النظيف في بيئة نظيفة. فأنا يعني اللي أشوفه أنه سنة عن سنة يزيد وعي الشباب ومطالبتهم بهذه الأمور، وهاي شيء زين، لأن المجتمع يعني أو القيادات أحيانا تحيد عن الطريق، فيمكن أن كأشخاص كبار إحنا ما نشوف هذا الحياد، لكن هم بفكرهم الشبابي وفكرهم يعني يقدرون أن يشوفون يعني spot where the problem is ويحطون الحلول ويطالبون فيها وتكون أصواتهم عالية ومسموعة بإذن الله.